لإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد العالمي مشاهدينا، ينضم إلينا عبر التيمز من دبي السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك معنا سيد رائد. يعني اليوم لدينا الكثير من البيانات التي ظهرت إن كان في الولايات المتحدة أو في المنطقة الأوروبية. دعنا نبتدئ في الولايات المتحدة. كان لدينا مؤشر أسعار المنتجين وأيضا أرقام إعانة البطالة الأولية. كيف تعلق على هذين الرقمين وكيف سيكون صداهما أيضا على الأسواق وقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة؟ حقيقة على الرغم من أن البيانات اليوم مؤمنة كانت نوعا ما مختلطة، يعني كنا عم نشوف قراءات متفاوتة على مستوى الشهري وعلى مستوى خلينا نقول ربع سنوي، في نفس الوقت هذا بالنسبة للتضخم، وعلى الجانب الآخر نحن عم نتكلم عن أن الاقتصاد أو سوق العمل تحديدا، يعني القراءة لا أنظر إليها أنها بإيجابية كبيرة، يعني نحن شفنا مجموعة من القراءات السلبية التي صدرت عن سوق العمل الأمريكي حتى الآن للشهرين المتتاليين، ويظهر أنه في عندي ضعف واضح في سوق العمل سواء كان من خلال عدد الوظائف الجديدة التي تم إضافتها، هذا بالنسبة لتقرير الوظائف الغير زراعية، أو بالنسبة للكونتينيوس أو طلبات الإعانة على المستوى الشهري أو قراءتها المستمرة. هذه القراءات تظهر لنا أن هناك ضغوط إضافية على الفيدرال الأمريكي ستكون نحو تقليص أسعار الفائدة وربما تضعه في هذه الخانة بشكل أكبر. لذلك شفنا الدولار الأمريكي بعد بيانات اليوم يتراجع نسبيا أمام معظم نظرائه، أمام اليورو، أمام شفنا الذهب عم يرتفع، فبشكل واضح يمكن قراءة هذه البيانات على أنها سلبية للدولار. طيب سيد رائد، يعني ماذا عن أيضا الانتخابات الأمريكية التي اقترب موعدها في شهر نوفمبر المقبل؟ كيف ستتضافر؟ وأيضا بالنسبة لقرارات الفيدرالية على أداء الأسواق، أيهما أكثر تأثيرا على الأسواق برأيك؟ حقيقة الفيدرالي الأمريكي ب 18 شهر نحن عم ننتظر قرار مهم جدا، هل سيكون التقليص ب 25 نقطة أساس أم أكثر من ذلك؟ وعلى صعيد آخر بالنسبة للانتخابات الأمريكية فهي ongoing story، يعني الأمر مستمر والقلق سيزداد أكثر في الأسواق وبالتالي يخلق نوع من التذبذب. نحن في عندنا مؤشر الفيكس، يعني ربما هو عند أعلى مستوياته حاليا، يظهر هذا المؤشر كمية البانيك في السوق أو الذعر الموجود في السوق، ولذلك يترجم من خلال يعني تذبذب واسع النطاق عم نشوفه حقيقة على أسواق الأسهم الأمريكية والأسواق العالمية كذلك. الأمر ربما التأثير الفيدرالي وقراره سوف يكون كبير ولكن محصور في المدة الزمنية التي يعني ننتظرها، إنما بالنسبة لتقرير بالنسبة للانتخابات الأمريكية التأثير مستمر ويزداد دراوة نحو شهر نوفمبر موعد الانتخابات. طيب سيد رائد، بسؤال أخير وباختصار يعني لضيق الوقت، دعنا نتحدث عن خفض معدلات الفائدة في المنطقة الأوروبية ب 25 نقطة أساس. يعني رأينا بأنه حتى البنوك المركزية الأخرى إن كان النيوزلندي أو غيره من البنوك المركزية حول العالم بدأت بتخفيض معدلات الفائدة كأنها انفصلت عن الفيدرالي الأمريكي. كيف تثمن هذه الخطوة؟ أعتقد ربما الفيدرالي هو الأكثر ارتياحا في عملية تقليص أسعار الفائدة، عنده مارجن كبير. المركزي الأوروبي لم يستطيع المضي كثيرا في عملية تقليص أسعار الفائدة أكثر من 3% أو 2.75%، هذا بالنسبة لأسعار الفائدة، لأنه خوفا من التضخم أن يعود للارتفاع بشكل كبير جدا. بالتالي الفيدرالي ربما الأنظار إليه أن يكون عملية التخفيض أكثر شدة في الفترة القادمة. أشكرك جزيل الشكر سيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.